sweetening او sour sweet crude oil. هذه lighter crude oil هذه تعتمد على API gravity، هذه تعتمد على الـ على السلف كونتنت. اكو فتشي يعتمد على acid content او acid number what they call total acid number. Sometimes they call it tan count اللي هو total acid number. فنفس العمليات او نفس الخواص اللي هي موجوده بال sweet and sour اللي هو with high tan number tan count tan يعني acid number total acid number معناها انه سبب لي more corrosion فيكون سعره يكون ارخص. فتقريبا من ناحيه البرايسنج الويت اللي هي جرافيتي والسويتنينج والتان كاونت هي تعتمد از كايند اوف يعني فاكتورز رئيسي يحدد البرايسنج. اكو مصطلح علي شويه اغير لان اتوقع هو موجود. بعض الاحيان يعتمدون على اللون. اكو بعض الاشخاص التقيت فيهم انا قلت اوكي لونه خفيف مو دارك معناها هو اللي جاي مالته عالي صح ولا مو صح؟ هذا مصطلح خاطئ مو صحيح. بعض الاحيان صحيح اكو بنوع من الصحه انه يعني كل ما انخفض كل ما ولكن عندنا بعض النفوط خاصه النفوط اللي هي الاي بي اي مالتها 40 something ولكن يكون دارك كلر لونها اسود تعرفه بس هي الاي بي اي مالتها عالي خفيفه. فعلاقة الـ API عوامل اللي يعتمد عليها الـ API مو نفس العوامل اللي يعتمد عليها اللون. فلا بس يجيك نفط أسود أوكي هذا الـ API مو أنت كمان موجودة هذه الفكرة موجودة بالقطاع النفطي كل ما كان اللون أزيد لا. أما تعتمد بصورة عامة على الـ API أو تعتمد علاقة الـ API مع كل فهم الدنسيتي فيسكوسيتي او تعتمد على السويتنس يعني ايش قد بيسبب كونتنت او تعتمد على الثاني. هذا اللي ابسط فاكتورز نستخدمهم في تحديد اسعار النفط الخام. سبب كلهم ذولي يحددون لك شلون راح اتعامل اني وين النفط الخام وشنو اطلع من عنده المنتج. لان السعر اذا جيت اي بي اي عالي بس ساور تكلفني كوست اوف سويتنج او التان نمبر مالته هاي تان كاونت نفس الحاله احنا لازم نعادل قبل لا نعالج المعدات فهذه بالنسبه للكرود اويل. اول تجربه وابسط تجربه استخدمتها سنتر حاليا هي البيز 7 ووتر. الجهاز المستخدم هو سنترفيج. شنو المبدأ عمل السنترفيج؟ ستار خلوت. شنو المبدأ عمل السنترفيج؟ نعرف احنا في التنابيل الخليجية طرد مركزية بسرعة اكو قوة بام جاي تنتقل من يد المحور لمن؟ من يد الهدف. اوكي شو راح تأثر هذه على محتويات الانبوب؟ او الكيوب؟ هي المواد اللي على الديمونسيفاير اللي تساعد على الفصل بالحركة والمساعدة الديمونسيفاير راح تبدي تفصل الطبقات. جاي تفصل الطبقات، احنا نفصل الطبقات، شو نفصل الليل؟ مي؟ سدم رايت؟ شنو يختلف المي والسدم عن الكرود اويل؟ بس احنا تعلمنا اختلف الدنسيتي. اذا اختلف الدنسيتي شنو معناه؟ يعني ممكن فصل. اوكي يعني ممكن فصل، شلون جاذبية يعني اختلفت الفورس المسلطة. من سلطنا فورس على مواد مختلفة بالدنسيتي، معناها الجاذبية لهذه المواد راح تختلف. فورس محدد ثابت ولكن الجاذبيه عليهم شنو؟ تختلف. فالجرافيتي فالماده اللي الدنسيتي مالها عالي راح تكون اقل راح تنزل لجوا
تنزل ناحية الأنبوبة ديسيتي مادة عالية قوة الجاذبية تأثر عليها العالم فتنزل لجو فتصير منين؟ نعم فإذا لاحظ أنت عندك الووتر وعندك السلم السلم راح يكون بالنهاية اللي هو ديسيتي مادة عالية وبعد يكون عندك الووتر وبعد يكون شنو عندك؟ الهيدروجين هذا أبسط طرق معرفة ووتر عن سلم تاخذ التيوب مالتك طبعا أغلبية كلكم مشتغلون كلكم معتقد واحد وصل على الليفل ده هو مشتغل سنتر فيوز تيست نعمل نوع من المختبر تخلي كل سامبل اربع تيوبات عندك كل سامبل بتيوبين شو المشاكل اللي تصير بالسنتر فيوز ليش عندك بعض الأحيان يصير عندك بعد بعيش بعد شيء مشاكل ممكن يصير موش مثل موش مرات ممكن بعد يمرش بين ماي روتر يصير عندك يمرش يعني يصير عندك أما ووتر أند أويل أو أويل موش هاي عمو التحديد عمو التحديد كمية بعد شيء عندك مشاكل ليه يكون عندك خلل يكون عندك vibration تتوقع يكون عندك vibration ما متوازنة جاك سامبلين